الإنكار سيد الموقف. طبعاً الله، واعترف ليه لما ممكن أنكر ثم أدخل مع الحمام يعني؟ طب هاتيلي بقى اسم البنت اللي اغتصبتها ثلاثي، أهو أي حاجة تعجزك وخلاص، واسكتي بقى. أمال أنت عايزانا يعني نربي ونعلم بجد ولا إيه يا مجام؟ مش تخليكي لطيفة كده يا مجام، كان ناقص يقولوا لها عشان نعرف نعمل نشكل لجنة ثلاثية واللجنة تصدر توصيات، الألم اللي جرح بنتك في عرضها ده كان رصاص ولا جاف؟ ما هذا؟ مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مصر والمدارس مليانين أحداث اللي تخليك تقول عشان كده عملوا علم لإدارة الكوارث. أعظم كارثة بنواجهها حقيقي في مصر هي عقلية المسؤول اللي يتعامل مع التقصير بتاعه بالإنكار، ما حصلش. طب رد الفعل الباهت الإنكاري ده من الجهة اللي المفروض بتطلع أجيال اللي البنت مسؤوليتهم، كانت نتيجة الإنكار ده إيه بقى على نفسية البنت؟ باباها مسافر، كانت كل شوية تكلمه وتقعد تعيط وتقول له تعالى اضرب لي البنت دي عشان البنت دي وحشة، تعالى موتها عشان ما تعملش كده لحد تاني. فودتها لدكتور سايكولوجي في المعادي هنا وعملت لها جلسات كتير. في هي بنتي كتومة شوية، ما حكتش من اول كام مرة. وفي مرة من المرات هما بيعملوا بلاي سيشنز كده، فخدت عروسة ودفنتها في الرملة وقالت للدكتور بتاعتها ان دي البنت الوحشة اللي بتعمل حاجات وحشة في السكول وهي مش عايزة حد يشوفها ومش عايزة تروح السكول تاني. قعدنا اسبوعين ما ودهاش، وبعدين لما وديتها طلبت، قابلت مديرة المرحلة وطلبت منها ان ارجوكوا يعني كفاية اللي هي تعرضت له، لو هي جت حكت اسمعوها، ما حدش يضغط عليها عشان هي اللي فيها مكفيها. وده كلام يعني بناء على تعليمات الدكتورة كمان.